عارفينك حضرتك بقى والدة احمد محمد ابراهيم رواق مصاب قنبلة المسلة يوم 28. طب حضرتك ممكن تقول لنا طلبات حضرتك ايه؟ طلبات حضرتي ان حد يقف جنبنا، حد يقف جنب ابني، بيقولوا له ليك وظيفه وليك شهريه وليك فلوس وليك ده، احنا ما شفناش منهم حاجه. طب انا كل اللي انا طالبه، انا مشيت ورا ابني وما سبتوش، اللي كان معايا ضيعته. بابا شغال عامل في المدرسه وانا شغاله اداريه في مدرسه. انا قلت حتى اعمل بنك بس يساعدوني، اعمل كارد بس يساعدوني، لان الكارد حتى مش هينفع اللي انا اعمله ده، عمليه ابتدائيه اللي هي التفريغ بالقرى 8000 جنيه. هو مصاب في العينتين ولا عين واحده؟ مصاب في عين واحده، والعين الثانيه حزنت على العين بقت ضعيفه، اتصابت بالعين ما ينفعش حتى تعمل فيها اي حاجه. طب يعني عايزين رساله من حضرتك لمحافظ بورسعيد اللي هو هو اللي في ايده كل حاجه، انه يقف جنب ابني زي اي واحد واقف جنب منه، يقف جنب ابني ويشوف العمليات بتاعته دي. انا ما عنديش مقدره الصراحه ان انا اعمل له اي حاجه، انا اللي انا قدرت عملته خلاص. بتمنى من ربنا ان حد يقف جنبه ويتعمل له العمليه، هي خلاص عنه راحت ما عادش بيشوف بقى عارفه، بس ليه عمليه ان عشان عينه تصلح، ان عينه هتتقفل اعطاء، اصبح ان ما فيش عين هنا خالص، لو اتقفلت اصبح ان ما فيش عين. ده اخر حاجه وصلت لها، الكلام ده كان يوم الخميس اللي فات. شكرا.